جيد، الآن نأتي إلى دور عرض البيانات. هنا حتى أقوم بعرضه كهوم بيج على سبيل المثال. هنا مثلا أقوم بكتابة جيت إيميل مثلا، وهنا ريتيرن، بدل من ريتيرن فيو كما تشاهدون هنا سأقوم بعمل داش داش هنا، وأقوم بعمل هنا ماذا؟ سأخبره بريتيرن، ريتيرن نيو، نيو ماذا؟ ويلكم ميل، اسم الكلاس الذي تم إنشاؤه، وتأكد جيدا من هذا الكلاس، أين هو الكلاس الذي قمت بإنشائه؟ ويلكم ميل كما نحن نكتبه تماما، ويلكم ميل، وهنا سيميكولون وانتر. ولكن ايضا شيء مهم للغايه، نتاكد من وجود التعريف الخاص به في البدايه في الويلكم، بمعنى يتوجب علينا ان نكون قد تاكدنا باننا نستخدم يوز اب ميل ويلكم ميل. ماذا يعني ذلك لنا؟ هنا القصد الذي أننا نأتي إلى هنا كما تشاهدون، أو حتى مباشرة دايركت هنا، لماذا نذهب إلى الأعلى؟ هنا أخبره بـ use كما تشاهدون، و use ماذا؟ use app، وبعد الـ app ماذا؟ mail، وبعد الـ mail نقوم بكتابة welcome mail، أقول لك هو كتابة دايركت، وهنا سيمي كولون. بدون كتابة هذا الكود لا يمكن التعرف على النيو ايميل. جيد، وهنا نقوم بعمل سيف على كل الاحوال. جيد، ماذا بعد؟ نحن الان ما قمت به الان هو فقط لاجعل النظام يقرا مباشره من الايميل، ويقوم بعرض صفحه الايميل في الصف في الشاشه الرئيسيه، يعني بمعنى موضوع جدا بسيط. وحتى نقوم بذلك بكل بساطه نذهب الى الراوت، وفقط نقوم بكتابة سلاش ميل حتى نقوم بالعرض. هنا قمنا بعمل سيف، اذهب مرة أخرى إلى هنا كما تشاهدون. هنا بدلا من كاستمر سأقوم بعمل ماذا سمينا؟ نسينا. ايميل، نعم هنا أقوم بكتابة ايميل، وهنا انتر. ننتظر قليلا لنشاهد. نعم نعم، لم نقم ب سأقوم بتشغيل السيرفر مرة أخرى. بي اتش بي Artisan serve، وهنا انتر. جيد، تم تشغيل السيرفر، وهنا مرة أخرى نأتي إلى هنا وانتر. جيد، الآن تمام، تأتينا هنا المعلومات لارافيل، هنا introduction، the body of your message، button box، و thank you لارافيل وما شابه. الآن قد يسأل البعض كيف يمكنني أن أقوم بعمل، من أين جاءت هذه لارافيل ومن أين جاءت هذه المعلومات؟ نعود مرة أخرى، وهذا سؤال وجيه جدا وتوجب أيضا إجابة. نأتي إلى هنا مرة أخرى ونتذكر ملف الكونفيج أو الـ env file نسميه. نأتي إلى النظام مرة أخرى، تذكر هذا الملف في أول الدورة أو في بداية الشرح كنا نتحدث عنه. نأتي مرة أخرى إلى هنا، هنا كنا قد تعاملنا كثير معه سابقا، مثل database connection، host، port، database user، اسم database، user name والروت وما أشبه. هنا أيضا نشاهد اب نيم، اسم التطبيق لارافيل. هنا مثلا ممكن اقوم بكتابة مثلا لارافيل 6 and 7 and 7 course. ولكن انتبه، عند كتابتك لبيانات وبينها مسافة انت بحاجة الى اضافتها داخل تنصيص and 7. جيد، نقوم بعمل سيف هنا حفظ. هنا اذا الاب نيم، الاب نيم هو ما يظهر ايضا عند عملي بهذا الشيء. نحن بحاجه الى كوماندز ايقاف التشغيل للسيرفر واعادته مره اخرى بي اتش بي ارتيسان سيرف وانتر حتى نقوم بالتشغيل، حتى يتم تنفيذ الاعدادات. ونعود مره اخرى الى هنا ونقوم بعمل ريفرش. اذا هنا كما شاهدون لارافيل 6 اند 7 كورس، اذا هكذا نقوم بتغييره كعنوان. اذا وهذا السبب الذي جعلني اذهب مره اخرى الى الـ env file. إذا معظم الأعداد في الـ env file مهم جدا، وأيضا ليس ذلك فحسب، ولكن أيضا أنا بحاجة إلى عمل تغييرات أخرى في الـ env. نعود مرة أخرى إلى الملف هنا الـ env، كما نشاهدنا في الـ env نشاهدنا prod، هنا rides، وهنا mail. جيد، mail driver smtp host يخبرني بـ smtp mail trap، وهو الميلبل الذي قمنا بإنشائه منذ قليل. إذا نحن بحاجة إلى إنشاء أكاونت في الميل تراب وربطه مباشرة بالنظام من خلال إضافة يوزر نيم وإضافة باسورد، وهذا ما سأقوم أيضا بشرحه على كل الأحوال في هذه الوقت حتى تكون الصورة واضحة جدا.
ولكن قبل أن نكمل هنا، نحن بحاجة إلى العودة مرة أخرى إلى الموقع هنا، نشاهد مثلا introduction كيف يمكنك التغيير هنا. نأتي مرة أخرى إلى الكود البرمجي هنا ونشاهد لدينا هنا الـ customer controller، ولدينا أيضا ماذا لدينا؟ لدينا في الـ view، أين الـ view هنا الخاصة بالإيميل هنا مثلا بالـ view، لدينا welcome blade. welcome blade هنا كما نشاهد the body of the message مثلا، هنا يمكن تغييرها بالطريقة التي ترغب بها مثلا the body of the message this is Laravel camp to teach you all of Laravel skills to become professional programmer. أي نص على كل الأحوال، يعني ليس لا داعي لكتابة نص طويل، لكن فقط. وأيضا يمكنك هنا البطن مثلا، ممكن تقوم بإلغائها، أيضا يمكنك حذف البطن بأكملها، يمكن أن نأتي إلى هنا وككومباين هنا نقوم بعمل وهنا سيف مثلا، وهنا نذهب إلى مرة أخرى إلى المستعرض هنا ونقوم بعمل ريفرش كما تشاهدون. هنا يظهر لي this is Laravel course this is Laravel camp على كل الأحوال، وهنا thank you Laravel 6 and يعني هذا ما نسميه توقيع على كل الأحوال بالإيميل، وهنا يخبرني 2020 Laravel course alright reserved وما شابه. إذا هذا هكذا صفحة الإيميل، ولكن أيضا نحن بحاجة إلى عمل configuration الإيميل. نعود مرة أخرى إلى الكود هنا بأشياء بسيطة فقط. هنا مثلا الـ introduction قد أقوم كتابة هنا Laravel فقط لا بأس، فالLaravel 7 مثلا Laravel 7 وهنا save، ونعود مرة أخرى إلى المستعرض وهنا نقوم بعمل ريفرش تحديث كما تشاهدون Laravel 7 this is Laravel camp to teach you all of Laravel skills to become a professional programmer. okay جيد. أيضا نأتي إلى هنا مرة أخرى، نحن الآن بحاجة إلى تعريف ماذا؟ إلى تعريف شيء آخر، وهو كيف يمكننا إنشاء الأكاونت في الإيميل. حتى نقوم بإنشاء أكاونت للإيميل وجلبه بشكل صحيح، نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى الذهاب مرة أخرى إلى الـ EMV file، وفي الـ EMV file نتأكد من اسم الإيميل الذي نرغب بإنشائه. جيد؟ اسم الإيميل الذي نرغب بإنشائه وهو مثلا ميل تراب. جيد؟ أين يوجد الميل تراب هنا؟ والذي كنت قد تحدثت عنه منذ قليل. هنا كما نشاهد هنا ميل تراب. أقوم بنسخ النص كامل ميل تراب كنترول سي، ونأتي إلى هنا حتى أقوم بإنشاء حساب جديد على كل الأحوال، حتى لا أعتقد البعض أنني أقوم بالتسجيل لحساب أوريدي موجود. هنا ميل تراب، الفكرة هنا حتى نقوم بإنشاء بريد إلكتروني صحيح مرتبط بالنظام، نأتي إلى هنا ميل تراب، وهنا في الميل تراب جيد. التسجيل مجانا على كل الاحوال، ساقوم بعمل ساين اب كما تشاهدون هنا. ايضا يمكنكم مشاهده الفيديو كيف يعمل، وهنا يمكنني انشاء حساب من خلال الجوجل اكاونت كرييت فري فور ايفر اكاونت يوز جيت هاب ساين اب وذ يور ايميل او ما شابه. الافضل بالتاكيد ان تقوم بانشاء اكاونت خاص بك من البدايه. هنا ساقوم بعمل اكاونت من خلال الجوجل مثلا الجيميل الذي انا موجود به هنا مثلا. هنا اختار اي ايميل على كل الاحوال حساب لي حتى اقوم بادخال المعلومات والبيانات من الجهاز مثلا، حتى اختصر وقت في اختيار الحقول والاسم والتفاصيل هذه والاخرى بشكل بسيط جدا، موضوع جدا جدا سهل. اتبع الخطوات واقوم والجميع يقوم بانشاء ميل تراب. بالمناسبه لا يقوم احد فيكم بنسخ المعلومات التي اقوم اضافتها. لماذا؟ اذا قمت بنسخها هنا في الميل تراب كيوزر نيم باسورد لن يكون يعمل معك. ليش؟ لماذا؟ لان الميل تراب سيعمل على جهازي هنا. جيد، الان تم انشاء اكونت، يعني الموضوع جدا بسيط كما تشاهدون هنا الانبوكس، ناتي الى هنا نقوم باللوجن كما تشاهدون هنا، رائع جدا، وهذا ما ارغب بالوصول اليه.
تم إنشاء الحساب، وهنا يخ بثواني معدودة، وهنا يخبرني credentials SMTP host SMTP mailtrap IO، وهو ما هو موجود في النظام هنا كما تشاهدون، mail host SMTP mailtrap driver SMTP، هنا البورت كذلك الحال، أين البورت؟ نعم البورت 25 أو 465 وما شابه. هنا اليوزر نيم، أقوم بنسخه. أنت تقوم بإنشاء حساب جديد خاص بك وتقوم بنسخ اليوزر نيم الذي يخرج لك من هنا، وتذهب إلى الكود هنا وتشاهد هنا ميل يوزر نيم، بدل من نل نقوم بإضافة اليوزر نيم. جيد، وماذا بعد؟ وماذا 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 بعد؟ نقوم بإضافة المعلومات، وماذا أيضا؟ أقوم بنسخ اليوزر نيم، نسخ الباسورد كما تشاهدون، وأقوم بإضافتها. هنا أقوم بإضافة اليوزر نيم، هنا أيضا أقوم بإضافة الباسورد، أقوم بإضافة الباسورد. أين الإيميل هنا؟ وهنا أتمنى أن الجميع أن ينتبه جيدا لنقطة مهمة جدا. نحن نعمل على ماذا؟ على SMTP. إذا كنت تعمل على POP3 أنت بحاجة إلى إضافة هوست POP3MailTrump.io MailTrump عفوا وليس Trump، بورت رقم البورت ويوزر نيم وباسورد. جيد، هنا أيضا قمت بنسخ الباسورد كوبي، وأذهب مرة أخرى إلى الكود هنا وباسورد لصق. هنا تلاحظون لم أقم بإضافتها داخل التنصيص لأنه لا توجد أي مسافات، لا توجد أي مسافات فارغة في هذا الإيميل. جيد، ماذا بعد؟ ماذا 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 بعد؟ أقوم بإيقاف التشغيل وتشغيل مرة أخرى، أقوم بعمل سيف هنا مرة أخرى. جيد، أقوم بعمل مينيمايز هنا، أذهب إلى السيرفر هنا، أقوم بعمل كنترول سي أو كوماند سي حتى أقوم بإيقاف تشغيل السيرفر، ومن ثم مرة أخرى أكتب بي اتش بي ارتيسان ارتيسان سيرف، بحاجة إلى تشغيل السيرفر مرة أخرى. جيد، الآن نذهب إلى ما إذا إلى أين هنا، نأتي إلى هنا ونقوم بعمل ريفرش. جيد، هنا this Laravel camp to teach you all of Laravel skills to become a professional programmer. جيد، كلام جميل ورائع جدا. الآن هكذا تمت الأمور بالشكل الصحيح. نحن الآن بحاجة إلى استخدام هذا الإيميل، كيف يمكننا جلبه إلى الصفحات أو إلى الكود البرمجي. حتى أقوم بذلك أنا بحاجة إلى الذهاب إلى الويب وأقوم بإضافة الكود الذي يجلب لي الميل تراب، وحتى أقوم بذلك هنا آتي مرة أخرى إلى الكود البرمجي. هنا سوف آتي إلى أين؟ إلى الويب. ما الذي سأقوم بفعله الآن؟ الآن بحاجة إلى مثلا إلى كتابة ميل تو، مثلا على سبيل المثال ميل تو، نقوم بكتابة اللازم. نذهب مرة أخرى، لماذا؟ نعم هنا نأتي إلى الكود هنا، وهنا أخبره بماذا؟ أخبره بميل مثلا، وهنا ميل كولن كولن تو، ونفتح قواس هنا ونخبره بمثلا ايميل ات ايميل مثلا، كمعلومة كشيء تست يعني نقوم به دوت كوم على سبيل المثال، وهذا سيقوم بعمل ما نقوم به بفعله الآن، سيقوم بعمل سند نيو ويلكم ميل. جيد، ويلكم ميل، وهنا جيد هنا، وهنا نقوم بعمل سيمي كولون. ولكن ايضا لدينا شيء مهم جدا، وهو ان يكون لدينا هنا شيء اسمه جلب الفساد، او نسميها يوز اليومينيت. هل نكتب بشكل صحيح اليومينيت slash ماذا support وهنا slash facades okay و slash mail و semicolon. هل تم الإضافة بشكل صحيح؟ هذا ما سيظهر لدينا. على كل حال لا بد من وجود illuminate. هل نكتب illuminate بشكل صحيح؟ illuminate هذه يتوجب لا تكون كابيتال هذه. نعم illuminate. أقوم بعمل save هنا مرة أخرى، والآن
ايضا انا بحاجه الى عمل تيستينج. ماذا عمل تيستينج؟ اكون بعمل ريفرش، وعند عمل ريفرش دعوني مره اخرى اكون بعمل سيف هنا، ونذهب الى الكود هنا وكنترول سي، وهنا مره اخرى بي اتش بي ارتيسان سيرف، وهنا انتر.